أخلد خليكم معي بس. الفعالية الثالثة راح تكون قدامكم أنتم الموجودين، قدام المشاهدين وقدامنا احنا في بشاشة هذه. حلو؟ حلو. بيجيك لون أو تجيك كلمة مكتوب أحمر، بس لون الخط يجيك أسود. أنا ما أبيك تقرأ الكلمة، أبيك تعلمني لون الخط. والله جوي. حلو؟ إي والله عرب. جوي. إن شاء الله تفوز بشكل سريع وتكون شريع. أسرع واحد بيكون له وقت ولا حد يكلج او يوقف. اوكي اشرح لكم مثال. مثلا تشوف جنتل ازرق اخضر وردي. ايوه واللون ذا بني واللون ذا مثلا جنتل هذه المكتوبه لون بنفسجي. بيجيك مثلا مكتوب عادي اشرح. خلاص خليني اشرح. مثلا مكتوب اسود بس اللون بنفسجي، ما تجي تقول لي اسود تقول بنفسجي. ابي على لون الكلمه، لون الكلمه لا تقرا لي الكلمه نفسها، يعني جمله جمله طويله. ما عليه ما عليه، بس ركزوا معي. جملة طويلة. مع مين تبون نبدأ؟ أي واحد. أول أنا بديت. مين اللي ما قد بدينا فيه؟ علي ما بدأ. وشيء. علي وشيء. بنبدأ علي. يلا. يلا. تعال عندي، تعال عندي. خلكم كلكم الله يهديكم هنا. إشار بس عشان ترتيب. أوكي. لا واجد يا أحمد. إيه. إيه تقريبا. إيه ثاني وشوي. تطلع لك كلمة. أقوى كلمة. يلا. نبدأ. علمنا يا أحمد. وان. تو بعض الالوان بس اللي ما اعرفها بسمي على شوف شوف الشاشه تراها طافيه عندنا. لا ممكن البلا من الشاشه هنا طالعه ما لا ممكن نبلجيها مع الشاشه الثانيه دقيقه. ايه ما ادري. يلا تعال يلا ابدا ابدا. واحد اثنين ثلاثه ابدا. اصفر اصفر بنفسجي اخضر اسود ازرق تفهم. عدى اخذ النقطه الاولى. تعال يا رشيد اللي وراه اللي وراه اللي وراه تعال خليك معي خليك جنبي عشان حتى ربع تشوفون. يلا واحد اثنين ثلاثه. اصفر صح اخضر صح اخضر ما بيها اصفر حلو اسود حلو بس في دروب بسيط. الآن مو بحلو. تعال هنا عند علي. أنا جالي أصفر. علي عبد العزيز. يلا. 1 2 2 3 أخضر. حلو. أزرق. أزرق. أحمر. الأخير. أزرق. تفهم. هناك. تراك غلطت يمكن في اثنين. تعال. ترى النظر. عنده أنت يا رشيد عندك ثنتين. هو أخطأ. تعال يا مخلد الأخير. واحدة. إلى الآن علي علي أوكي. أنا قلت واحدة. واحدة. إي والله. كم واحدة. تحسب. إيه. يلا. أحمد عبد الرحيم إيه. ما أسمع ترى يا أحمد عبد الرحيم. زين. طعم حق له. تعال هنا تعال هنا تعال هنا. يلا يلا. رغبة الحلاقة. رغبة الحلاقة. ثلاثة ابدأ يا مخلد. ولا أخذنا شيء. احمر صح ازرق صح اصفر صح اللي بعده احمر صح ازرق فيها تاخيره فيها تاخيره صح لا هم اللي تاخروا من لا عندنا. اشوفك انا واقف معك انا واقف بعد بيضحك علي حلو الحين ترى الوضع تقريبا تقديري لا مخلي فيها مراكز علي فاز فيها اول واحد يفوز فيها اوه حقدر عليك ولا واحد صفق ولا واحد قال شيء ولا هم ما ادري ايش السالفه. تعال علي علي اللي فاز في اللعبه هذه. يسعدك. حي عينك. نبي نمشي الحين في نقاط متتاليه اللي هو اول نقطه اخذها علي. حلو. نبي ترتيب عشان نبي نلعب لعبه ثالثه او رابعه. حلو.